أهلا بكم إلى نشرة الاقتصاد نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية، والبداية بأبرز عناوينها. واشنطن تبقي على حربها ضد أوبك بلاس مفتوحة وتتمسك بخططها لضخ مزيد من المعروض النفطي في السوق. أعباء الديون تهدد الدول الفقيرة بالانهيار الاقتصادي، وصندوق النقد الدولي يدعو أغنياء العالم لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب السيناريو. وفي النشرة تتابعون أيضا: إغلاق الحدود ينذر بخسائر فادحة للسياحة في المغرب، وأصحاب الفنادق والوكالات يحذرون من إفلاس شامل. أهلا بكم من جديد. في المستهل، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في خططها لسحب احتياطاتها الاستراتيجية النفطية في أعقاب اتفاق تحالف أوبك بلس لتثبيت سياسة زيادة إنتاجها التدريجي، قرار سارع البيت الأبيض للترحيب به بوصفه خطوة من شأنها تسهيل تعافي الاقتصاد العالمي. ساعتان عن قرار أوبك بلاس القاضي بتثبيت سياستها الإنتاجية بواقع 400 ألف برميل يومياً جانفي المقبل كانت كافية ليكون رد واشنطن سريعاً وحاسماً. لا خطط لدى البيت الأبيض في التخلي عن ضخ مزيد من المعروض النفطي انطلاقاً من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية. نقدر مستوى التنسيق الوثيق خلال الأسابيع الأخيرة مع شركائنا في السعودية والإمارات ومن غيرهما من منتجي أوبك بلس للمساعدة في تخفيف ضغوط الأسعار. ليست لدينا أي خطط لإعادة النظر في قرار سحب الاحتياطات النفطية الاستراتيجية من جانبنا. رد جازم يرسم لرغبة أمريكية في مواصلة حربها ضد التحالف النفطي، رغم ترحيب واشنطن بما أسمته بخطوة نحو تسهيل تعافي الاقتصاد العالمي. نرحب بالقرار الذي اتخذ بمواصلة الزيادة البالغة 400 ألف برميل يومياً بالتزامن مع السحب المنسق من جانبنا في الآونة الأخيرة من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية. نعتقد أن ذلك من شأنه أن يساعد في تسهيل تعافي الاقتصاد العالمي. الزيادة التي أقرتها أوبك بلاس تبقى غير كافية في نظر إدارة جو بايدن المتمسكة بالإبقاء على عمليات السحب المنسق من الاحتياطات الاستراتيجية لكبار المستهلكين، رغم المخاطر المحدقة بأسواق الخام بفعل عودة مخاوف ضعف الطلب على وقع انتشار متحور أوميكرون. هذا وسجلت أسعار النفط العالمية مكاسب قوية تجاوزت دولارين في مستهل تعاملات آخر أيام التداول لهذا الأسبوع. غدا تقرر أوبك بلس تثبيت سياسة الإنتاج، واستطاعت عقود خام برانت القياسي العالمي كسب دولارين ونصف الدولار في تعاملاتها الصباحية لتصل إلى 72 دولار للبرميل بزيادة فاقت 3% عن جلسة الإغلاق السابقة. في المقابل، تجاوزت مكاسب العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط القياسي الأمريكي دولارين ليتم تداولها عند 68.67 دولار للبرميل. وتطبيقا لاتفاق أوبك بلس، سيشهد الإنتاج الجزائري من النفط الخام زيادة بعشرة آلاف برميل يوميا جانفي المقبل وفق جدول توزيع حصص إنتاج دول التحالف.
فيما يلي نتابع توزيع حصص إنتاج دولي خارج أوبك وفق تقديرات اتفاق التحالف النفطي في اجتماع الخميس. ومن المنتظر أن يناهز الإنتاج الإجمالي لتحالف أوبك بلس خلال الشهر المقبل 40 مليون ونصف المليون برميل يومياً. في شأن اقتصادي آخر، دعا الوزير الأول وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى وضع خبرته في خدمة الجزائر ومرافقتها في تنويع الاقتصاد. وخلال مباحثات أجراها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع رئيسة الهيئة المالية متعددة الأطراف، قدم المسؤول الجزائري نظرة استراتيجية شاملة لتنمية بلاده في السنوات القادمة في إطار التأسيس لنمط اقتصادي جديد بالتزامن مع إحداث إصلاحات هيكلية لا سيما في ميدان الجباية والميزانية. في موضوع آخر، قدرت القائمة بالأعمال بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر موسى الحسنية حجم الاستثمارات بلادها بالجزائر بنحو 10 ملايير دولار خلال العقد الأخير. الحسنية وفي تصريحات أدلت بها على هامش احتفالات الجزائر بالذكرى 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ذكرت أن أبوظبي تشكل أكبر مستثمر عربي في الجزائر، معربة عن استعداد بلادها لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو السياحة وكذلك الطاقة. تتطلع دولة الإمارات مع الحكومة الجزائرية على تطوير العلاقات في كافة المجالات، نتطلع على زيادة حجم التبادل الاستثماري بما يتناسب مع تطلعات قيادتي البلدين، على رأسهم طبعا فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات حفظه الله. بلا شك بأن دولة الإمارات تعتبر المستثمر العربي الأول في الجمهورية الجزائرية. خلال 10 سنوات الماضية وصلت حجم الاستثمارات الإماراتية في الجزائر خلال 10 سنوات إلى أكثر من 10 مليار دولار. نطمح أن نحن نعزز هذه العلاقة وننقلها من لبنة قوية إلى لبنة أقوى. حذرت إدارة صندوق النقد الدولي من انهيار اقتصادي يهدد الدول الفقيرة بفعل عودة تفاقم أعباء الديون. الهيئة المالية الدولية دعت مجموعة 20 لاتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف أعباء القروض الواقعة عبر عاتق أفقر دول العالم لتفادي انهيار 60% منها. ارتفعت معدلات التضخم في تركيا نوفمبر الماضي بأكثر من المتوقع لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات. وأظهرت بيانات عن معهد الإحصاء التركي نشر الجمعة تجاوز معدل التضخم العام حاجز 21% على أساس سنوي الشهر الفارط، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين ب 3%
على أساس شهري. في ذروة غموض تداعيات متحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي، تتلاشى جهود كبريات الاقتصاديات العالمية في تخفيف أعباء الديون على فقراء العالم إبان الجائحة، لتنكشف تهديدات جديدة قد تصل لترسيم انهيار اقتصادي لنحو 60% من البلدان الفقيرة عبر المعمورة. نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل أعباء الديون أو معرضة لهذا الخطر بشدة، مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في عام 2015. وإن لم تكشف الهيئة المالية الدولية عن قائمة الدول المعنية بالتهديدات الجديدة، لكنها وجهت دعوة لمجموعة العشرين لاتخاذ إجراءات عاجلة في سياق إنقاذ الدول الفقيرة من سيناريو الانهيار الاقتصادي. التجارب الأخيرة لتشاد وإثيوبيا وزامبيا تظهر أنه يجب تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون. الإطار المشترك لم يحقق عوده بعد. تحذيرات هيئة بروتون ووردز لم تتوقف هنا، بل امتدت على التكهن بسنة صعبة العام المقبل. لا شك أن عام 2022 سيكون أكثر صعوبة، بينما يلوح في الأفق تجديد السياسات النقدية عالميا. تخفيف أعباء الديون قد تكون استراحة محارب للدول الفقيرة في مواجهة معركة تسديد الديون المتراكمة منذ عقود، في انتظار رد فعل كبريات الاقتصاديات في سبيل إنقاذ فقراء العالم من انهيار وشيك. في موضوع آخر، وقعت فرنسا والإمارات على عقد توريد 80 مقاتلة من طراز رافال الفرنسية في صفقة قدرت قيمتها بنحو 17 مليار أورو. قفز سهم شركة داسو الفرنسية المصنعة للمقاتلات الجمعة بنحو 9% بعد إبرام الصفقة ليصل إلى 90.70 أورو لتراكم من مكاسبها في نفس الجلسة، بعد أن ارتفع بنسبة 9% في تداولات مبكرة لبورصة باريس. تهدد عودة المغرب إلى إغلاق الحدود في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لكورونا بتسديد ضربة جديدة وقاضية للقطاع السياحي. وتسبب توقف تدفق السياح من الجوار الأوروبي في إلغاء كل الحجوزات، مع اضطرار الفنادق للإغلاق لتضاف إلى إفلاس نحو 80% من الوكالات. تقرير في سياق لناريمان حماني. للعام الثاني على التوالي يعيش القطاع السياحي في المغرب على وقع تهديدات الإفلاس بتفاقم هواجس المهنيين من ضربة قاضية تعمق من أزمة هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المملكة، في أعقاب إعلان الرباط غلق حدودها من جديد جراء جائحة كورونا. وتم فتح الحدود وتبدينا مجموعة من الرحلات سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، وكذلك استقطاب مجموعة من السياح للمغرب، وكنا سنستبشر خيرا كذلك برأس السنة، يعني غيكون واحد النشاط السياحي جد مهم في المغرب. إلا تنفاجئوا بهذا القرار اللي نزل أمس، اللي هو قرار كما قلت لكم احنا ماشي ضده، ولكن قرار مفاجئ وخلانا احنا كما قلت لك احنا على وشك الإفلاس، وخلانا حطينا الخطوة الأولى في الإفلاس. في وقت يعول مهنيون على عطل أعياد نهاية السنة لتخفيف الخسائر التي يتكبدونها منذ عامين، تفاجأ العاملون في القطاع من إغلاق للحدود الجوية والبحرية، ما يعمق من خسائرهم المحتملة إلى أكثر من 100 مليون دولار على أقل تقدير. تهزت واحد الرفع جزئي من الحظر اللي كاين وفتح الحدود وفتح الرحلات، يعني استبشرنا خير ودينا سنستأنفوا العمل ديالنا، سنتلقوا طلبات من الخارج بمجموعة الحجوزات كما قلت على رأس السنة، سنتلقوا طلبات داخل المغرب من المقيمين في المغرب اللي باش يقوا السياحة داخلية، وكاين مجموعة من الوكالات اللي انفيستات في هالشيء كما خلاص قروض باش انفيستي باش بدأ، ولكن القرار جا دمر كل شيء. وتشير تقديرات الوكالات السياحية المغربية إلى أن كل الحجوزات ألغيت وجل الفنادق سوف تضطر للإغلاق، لتضاف إلى قرابة 80% من الوكالات المقفلة منذ ظهور الجائحة مطلع 2020.
آخر خبر في النشرة الاقتصادية، وقبل الختام تذكير بأبرز ما جاء فيها. واشنطن تبقي على حربها ضد أوبك بلس مفتوحة وتتمسك بخطها لضخ مزيد من المعروض النفطي في السوق. أعباء الديون تهدد الدول الفقيرة بالانهيار الاقتصادي، وصندوق النقد الدولي يدعو أغنياء العالم لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب السيناريو. وفي النشرة تابعتم: إغلاق الحدود ينذر بخسائر فادحة للسياحة في المغرب، وأصحاب الفنادق والوكالات يحذرون من إفلاس شامل. إلى اللقاء.